على بيت مين فاتت؟ ما في اسم مكتوب على الباب، بس البنت خايفة ومترددة ووشها مو طبيعي. ضليت ربع ساعة لفتحة الباب وخمس دقايق لسكرت الباب، والوضع كله مو طبيعي يا رياض. يعني شو؟ يعني بقص ايدي من هون اذا الاكل اللي جايبته مو قلة ولا تامة. معناتها خبر الشرطة؟ وبلكي كنا غلطانين. طب هي عرفنا لبيت مين فاتت، شو الخطوة الثانية؟ نتصل بربيع. ربيع هلا بيكون نايم. نايم من فيقه يا اخي، شو هالمشكلة العظيمة؟ بس ما تكون فاتت على بيت شرفيقة من رفقاتها. لا لا. نعيما يا نعيمة. الله ينعم عليك. شو ما انك سامع؟ انا يلي سامع. هدول يا جان يا عفاريت، لانه ما بيقولوا انه البيوت الفاضيه تسكنها العفاريت. اكيد هدول عفاريت. العفاريت اللي تنهبك ان شاء الله. شو بدهم ينهبوا فيي؟ كل اللي صفيانين معي 110,500 ورقه، دوبن دوبن يكفونا لنموت. يخرب بيتك على هالفال، يا لطيف على هالملافظ. انت ما بدك تموتي، ما ناوية تعيشي قد ما عاشت امك، ما هيك؟ يا لطيف يا لطيف على البني ادم، بده يفوت على الجنة قبل ما يموت. ولك حاجتك حاجتك بقى. Thank you.
ليش الفار يلعب بعبي انا؟ صح النوم. لا عم بحكي جد، اكيد في حدا عم ينبش بالسقف، يمكن في كنز وبدهم يطالعوا. لو كانوا عم ينبشوا بالسقف كان السقف هر علينا. شو رايك نروح جيب الشرطه؟ لك ايه دخيل عيونك، يعني على القليل بنعرف شو عم يصير فوق روسنا. تسلم لي عيني. ساولي عروس الزيت وزعتر الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شبك بدي اكلها بالطريق. سندويشه يعني سندويشه، عروسه يعني سندويشه. إيه ما تقعد تفطر وبعدين تنهف تطلع. انا حابب ارجع صغير. ما بتتذكري امك يلي هلا عمرها 110 سنين كيف كانت تلف لك عروسه انت ورايحه على المدرسه؟ انا كنت روح على المدرسه. من شان الله لا تاخذيني، نسيت انك جاهله واميه ما بتعرفي لا تقري ولا تكتبي. معلش لا تزعلي، لا تاخذي على خاطري، انا بسوي السندويشه لحالي، بلف العروسه وباخذها معي. خلاص اهدي اهدي وحاش تبكي. الو مرحبا ماما. لا 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 طمني انا بخير، ما في البلد طمني. خلص ماما بعدين بحكي لك، المهم انا بخير. طيب خلص خلص انا نص ساعه برجع البيت. ماشي ماما، مع السلامه حبيبتي. خلصنا نوال، شدي وراحت. أنا بعرف إنه اللي عملتيه غصب عنك وأنا مسامحك، أنت بس اهدى. أوعك ما تكوني جايبة أكل معك ها، لأني حموت من الجوع. خلص اهدي وقومي غسلي وشك. يلا قومي تعي كلي معي. كيف هيك؟ كيف هيك لحتى تغيرتي نوال؟ ما قدرت كفي للنهاية. النهاية اللي تخليني بوس ايدك فيها؟ اني اركع قدامك وتوسلك لحتى تعتقيني؟ النهاية كانت اني طفي الحقد اللي بقلبي، اللي كان عم ياكل بدني اكل. وانطفى حقدك؟ النهاية كانت إني أجبرك تطلع علي كبني آدمي إلى مشاعر، مو مجرد حشرة تدوسة وتمشي. كأنه حقدك علي لساته موجود جواتك. مثل ما شعلت همدت فجأة دارت الدنيا براسي، كأني صرت بغيبوبة وما بعرف إذا صحيت منها ولا لسه. يمكن اكتشفتي إنك ظلمتيني. اكتشفت اني لساتني بحبك. اوعى تفكر اني عم طالبك انه نرجع لبعض. انا قلبي مات وما عاد يقدر يحب، ويمكن ما عاد يقدر يكره كمان. مثل ما سمعت انا بدي اخبر ابوها. تخسرني هيك سهيل؟ لك انا خسرت كل شيء من بعد ما طوعتك. قلت لك اليوم اخر مهله، هي هيك وعدتني. لك يا عزام، لك هي مجنونه مجنونه، وبالنسبه لي يا روح ما بعدك روح. خليك للمساء، بس للمساء، واذا ما طالعيته انا بنفسي رح اخبر ابوك. لك من هون للمساء ممكن يصير ألف شغله وشغله اخي، انا ما عاد اتحمل. ما بتطلع من هون. شوف عزام،
يا بطلع انا وياك من هون ونروح لهذاك البيت بنطلع الشب، او انا مضطر خبر سياده العميد اكل، مو بس ابوها. لك انت بتهدم لي هيك كل شيء بنيته. لك انت ما بنيت شيء وما راح تبني شيء. لك لو ما ضل رجال بالدنيا كلها ما راح اطلع فيك. لك هي عم تستغلك، عم تستغلك لانه انت عارف انه انت بتموت على كندرتها. خلاص. شو يا شباب؟ طلع البيت فاضي ومعروض للبيع كمان. اشتريت اكل جاهز من السوق ووديته معك كمان. معناتها الاكل الها ولتامر. مشان هيك لازم نخبر الشرطة. مظبوط. بدي اخبر الشرطة. انا وكمال طالعين ندق عليه الباب. شرف كمان. من حقك تبلغ الشرطة وتقول لهم انه انا اللي حبستك 3 ايام. نوال، انت لازم تعيدي النظر بحياتك، بنفسيتك، بتفكيرك. انت ما كنتي هيك. ولا انت كنت هيك وقت اللي حبينا بعض. بجوز انا ساهمت بالتغيير السلبي اللي صار عندك، بس صدقيني لو كنت بعرف اني عم قاسيكي كنت فرملت وعدت كل حساباتي معك. بدك البار عمي؟ ما انا سمعانين لا طرطقه ولا حركه. لك هي الطرطقه والحركه مو على طول، بتجي يعني اوقات اوقات. في 2 شرطة واقفين على الباب. نوال جاي لعابد طالما هو بيحبك. انا هدول يمكن الجيران، لاني كنت عم خبط على الارض قبل ما توصل. ما في داعي نفتح ماما. ايه ما في داعي. يا عمي الجرس ما بيمشي حاله، بتكون تخبطوا على الباب تقبيل، اذا في حدا بيفتح لكم. ابر كدم ما في حدا. ما في حدا منكسر الباب. لك ليش جايبكم معي انتو؟ شو؟ هترجعي لعابي؟ قلت لك قلبي مات. هدول الشرطة مو جيران. لا تخافي، إذا الشرطة أو الجيران بقول لهم إني جيت لحتى أشوف البيت بدي أشتريه، وإذا سألوني مين أنا بقول لهم أنا خطيبك، أوكي؟ لا تخافي. قوة يا عمي، قوة. هذا هو الحرامي، هذا لا صاحبة البيت ولا ابنها، حياتي ما شفته. مين انت؟ هذا رفينا كامل. شو اكيد هدول عصابة يا سيدي، امسكوهم امسكوهم. مين انتو؟ شو نحن مين؟ نحن رفقاته. وانت شو عم تسوي جوات البيت؟ يا سيادة المساعد، هذا بيت ستة لخطيبتي نوار، ونحن اجينا نتفرج عليه، بركي بنشتريه ونتزوج فيه. لا صدقوه سيدي كذاب، لا صدقوه لا صدقوه. وشو بده يثبت لنا انه كلامك صحيح؟ وين نواة؟ جوا. لحالك انت وياها جوا؟ انكم خطيبتي. واذا خطيبتها؟ المهم مو مرتك حتى يتسكر عليكم الباب يا ابني. نادي لها لو سمحت. نوال يا نوال. مضبوط، هي بنت ابنها لصاحبة البيت، على طول كنت شوفها هون. مثل ما انك شايف خطيبة المساعد، يعني البيت فاضي تماما. واكيد هذا خطيبها. انا بعرف انها مخطوبه بس ما سبق اني شفت خطيبه ابدا. بتحب نروح لعند اهلها ونساله؟ لا لا ما في داعي، نمشي لشوف. انا بدي افهم ليش كنتوا عم تطرطقوا؟ ما عم طرطق، كنا عم نتمشى ونتفرج على البيت. صرنا 3 ايام عم نسمع طرطقه انا ومرتي. معقول عم تتفرجوا على البيت 3 ايام صاركم؟ اي نعم، كنت عم روح واجي روح واجي. غيره جا؟ شو ما عجبك البيت؟ لا ما عجبني. معلم ممكن تهوينا؟ لا عيب عليك يا ابني، عيب عليك. انا قد جدك، يعني قصدي قد ابوك. يا لطيف على هالجيل، يا لطيف. شو القصه؟ خلص بعدين نحكي. احكي لهم هلا ولا تخلصوا سكروا الباب وراكم. شو؟ سهيل انت مصر تطلع على البيت اليوم؟ لازم ينتهي كل شيء،
بلكي ما كانت بالبيت. لك بطلع وبكسر الباب. كان سوي ليك بنخرب بيتنا. يعني لسه ما خراب؟ لا لا ليك ليك انسي نوال. اليوم لازم الشاب يطلع من البيت. إذا بتريدي سهيل يبس راسه. الله خليكي طالعي بقى حاجته. خليكم واقفين هون. هلا بتشوفوه طالع هو ورفقاته. عفوا؟ هو مين؟ هو ورفقاته. رفقاته عرفوا إنه هو عندي. وخبروا الشرطة. إيه. اطمنوا سيرتكم ما انجابت. وبركي كنت عم تكذبي علينا؟ استنوه. إذا ما شفتوه طالع بعينكم خبروا بابا. أنسي لواك. ممكن كلمتي. غدا ما رح تخدمها لا اليوم ولا بكرة. حط هذا الشي براسك. لا يا بنت ال... عم بيرن بس ما حدا عم بيرد. معناته لساته مخطوف. ألو مين؟ تامر؟ مين معي؟ أنا أم العبير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك خالي. وإن شاء الله كمشوا اللي خطفوك. أنا ما كنت مخطوف، كنت مسافر. إيه عبير بدها تحكي معك، تفضل. كيفك تامر؟ هيك غليت قلبنا عليك؟ أنا آسف عبير، اضطريت سافر بدون ما أخبر حدا، حتى ماما ما خبرتها. تاني مرة إذا بتعملها ما بقعد بحكي معك. خلص، أول مرة وآخر مرة. بابا سأل عنك ووافق. إمتى ما بتحب تشرف أنت وأهلك؟ أهلا وسهلا. خلاص بهاليومين إن شاء الله. أنت كيفك؟ ساعتك حلوة؟ صار لوني أصفر على غيابك. طيب عبير بحكي معك بعدين. بس أنا ضروري أشوفك بكرة. لا مو بالمحل، يعني بأي مطعم. اختاري المكان والوقت المناسب. خلاص بخبرك. أوكي يلا باي. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سلامتك حبيبي.